بالنسبة لصلاة الوتر، لو أنا صليت الوتر وبعديها نمت مثلا وصحيت أو عايزة أصلي تاني أعمل إيه؟ تصلي مثنى مثنى. يعني أجمع الوتر ولا مجمعوش؟ لا، صلي ركعتين ركعتين. في رأي تاني يقول لك انك تشفع الوتر، يعني تصلي ركعة واحدة وبعدين صلي مثنى مثنى وبعدين توتري في النهاية، لكن ليس عليه دليل. يعني الأصح إن مثنى مثنى عادي. أيوة، نعم، ولا توتري مرة ثانية.